رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل أمس بقصر قرطاج منصف لكشو رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وفي اللقاء هذا حكيوا على برشا مواضيع، ربما أبرزها هي الحركة القضائية للسنة القادمة اللي هي بصدد الإعداد وضرورة الإعلان عليها في أقرب الأجل. رئيس الجمهورية جدد تأكيده حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية على الدور الموكول للقضاء، خاصة في المرحلة هذه بالذات اللي تعيش فيها تونس، دورهم في محاسبة كل من أجرم وما زال أيضا يرتب للإجرام في حق الوطن والشعب. وأشار إلى أنه لم يعد يخفى على أحد أنه فما شكون يسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل، كما الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية أو كقطع مياه الشرب في عديد المناطق من الجمهورية بحجة القيام بأعمال صيانة روتينية. يقول الأعمال الروتينية عند هؤلاء هي التنكيل بالشعب التونسي بهدف تفجير الأوضاع حتى يفلت المفسدون من المحاسبة ويعودوا إلى الحكم، حسب تعبير رئيس الجمهورية، ليعيثوا في الأرض فسادا بعد أن تعم الفوضى التي خططوا لها داخل تونس ومن الخارج، حسب ما جاء في هذا البيان. رئيس الجمهورية يستقبل أيضا الوزير الأول المالتي، استقبله في قصر قرطاج، وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية فقد تناول اللقاء علاقة الصداقة بين الشعبين التونسي والمالتي. وتوقف رئيس الجمهورية عند عدد من المحطات التاريخية اللي تعكس عمق هذه الروابط وتميزها من قرطاج لليوم، والتلاقح الحضاري اللي حصل بين الشعبين خاصة نتيجة لتواجد عدد كبير من أفراد الجالية المالطية في تونس في القرنين اللي فاتوا على وجه الخصوص. رئيس الجمهورية أكد على أن تونس تسعى إلى أن تكون العلاقات بين البلدين في مستوى التقارب والتلاحم اللي حصل بين الشعبين المتجاورين، وتطرق لعدد من المجالات اللي يمكن أن يتم التعاون فيها، كما الطاقات المتجددة والبديلة، كما التعليم العالي، كما السياحة، وخاصة مقاومة الهجرة اللي توصف بأنها غير نظامية. في علاقة بموضوع تفاقم الهجرة غير النظامية اللي هي في الواقع عملية تهجير مرتبة حسب البيان اللي صدر على رئاسة الجمهورية التونسية، جدد رئيس الجمهورية موقفه بأنه الحل لا يمكن أن يقتصر على الجوانب الأمنية التقليدية اللي أثبتت التجارب حدودها، والواجب يقتضي القضاء على الأسباب اللي أدت إلى هذا الوضع غير المقبول بكل المقاييس الإنسانية والقانونية على السواء. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنه الحل لا يمكن أن يكون إلا جماعي بين كل الأطراف المعنية، هذك علاش تمت الدعوة من قبل تونس منذ أسابيع إلى تنظيم اجتماع رفيع المستوى لمعالجة الأسباب الحقيقية عوض معالجة النتائج، لأنه من غير ما نقضي على الأسباب لا يمكن التصدي لهذه الظاهرة اللي تتفاقم يوما بعد يوم. رئيس الجمهورية أكد خلال هذا اللقاء على وجود شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر سواء جنوب الصحراء أو في شمال المتوسط، معناها الدول الأوروبية، ويجب أن تتكاتف جهود الجميع من أجل تفكيك هذه الشبكات. كما زاد يجب شد هؤلاء المهجرين، يعني مفعول بهم، يعني قاعدين يهجروا فيهم، وقال يتم تهجيرهم عنوة. يقول زيدا معناه يجب شد هؤلاء المهجرين إلى أوطانهم بدعم فرص العمل داخلها، وقت تخلق التنمية داخل هذه الأوطان ما همش بشي يهجروا الوطن نتاعه. رئيس الجمهورية قال إنه هؤلاء الضحايا يتم تهجيرهم عنوة، حسب ما أكدوا عدد منهم اللي دخلوا للتراب التونسي بصفة غير قانونية وعبروا على رغبتهم في العودة لبلدينهم، إلى جانب تضافر عديد القرائن الدالة على وجود تنظيم إجرامي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في تونس. فكيف يمكن، يتسأل هوني رئيس الجمهورية قيس سعيد، يقول كيف يمكن أن تقطع امرأة وهي حامل على وشك الوضع آلاف الكيلومترات في هذا القيد، يعني في هذا الحر الشديد، وكيف يتم شحن الهواتف الجوالة وتغيير أرقامها بين كثبان الرمال،
وبين رئيس الجمهورية أنه مع وعي كل التوينسا بأنه العمل مدبر وأنه تونس قامت بواجبها الإنساني خاصة من قبل الهلال الأحمر التونسي والقوات العسكرية والأمنية، وهو ما لم تقم به دول كثيرة أخرى، ولم تتحرك المنظمات المختصة اللي كان يفترض أنه تقوم بدورها لإغاثة هؤلاء المهجرين والإحاطة بهم. رئيس الجمهورية أشار إلى أن تونس اللي لقنت هذه الأيام درسا للعالم في الرعاية والإحاطة بهؤلاء الضحايا، لن تقبل أبدا بأنه تكون ضحية وبش تتصدى لكل محاولات التوطين اللي جهر بها البعض، كما لن تقبل إلا من كان في وضع قانوني حسب تشريعاتها الوطنية. قال بأنه ما قام به التوينسا لليوم يفند كل الادعاءات الكاذبة والافتراءات المفضوحة لعدد من الدوائر اللي تدعي في الظاهر إنها حقوقية وهي في الواقع تتاجر بألام البشر، ولم تقدم أي شيء سوى الادعاءات الكاذبة بالعنصرية. رئيسة الحكومة نجلة بودن التقت أيضا الوزير الأول المالتي، وكان هذا بقصر الحكومة بالقصبة، واتفقوا على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين تونس ومالطا المتعلقة بتشغيل الشبان التوينسا وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة عبر الاستفادة من انضمام تونس إلى منطقة التبادل التجاري الحر في إفريقيا. هالاتفاق هذا يجي على إثر جلسة موسعة جمعت الوفدين التونسي والمالتي، أشرف عليها رئيس الحكومة نجلة بودن والوزير الأول المالتي. رئيس الحكومة عبرت على ارتياح تونس لما تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور، وقالت أنها تتطلع لمزيد دعم مجالات التعاون وأفاق تعزيزه في الفترة القادمة، وأكدت أهمية عقد الاستحقاقات الثنائية في مقدمتها عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية المالطية لبحث سبل الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتاحة بتونس ومالطا. واستعرضوا الجانبين أثناء الجلسة عدة محاور خاصة في مجال الطاقات المتجددة عبر دعم تونس في سبيل الوصول إلى الرفع من الإنتاج الذاتي من الطاقات المتجددة وتخفيض انبعاثات الكربون وترجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر. وكانت يعني رئيس الحكومة استقبلت الوزير الأول المالتي للتباحث في جملة من المسائل الثنائية والإقليمية، كما تم أثناء هذا اللقاء استعراض تطور العلاقات ومتانة العلاقات والتعاون القائم بين تونس ومالطا وبحث سبل الارتقاء بها إلى مستوى الإمكانيات الهامة للبلدين.